غير وقتها. انا قدمت استقالتي رفعا للحرج يعني. يعني رفع للحرج عشان انا مش هقدر اكمل الشكل دوت. انا شايف ان يعني انا لو انتقدتك لازم انت تاخد النقد بالطريق المظبوط والطريق الصحيح. طيب هاخد انا من الناحيه الثانيه. في لاعبين بيحاولوا يبعدوا عن القصه دي كمحللين، يعني انا عندي منصب في النادي فمثلا مش هحلل ماتشات الفريق ده علشان ارفع الحرج، ولا يتقال عليا ان انا متحيز، ولا يتقال عليا ان انا بنتقد الفريق اللي انا اصلا جزء منه. فما فكرتش او ما حسيتش انه ما هو صعب ان انا اكون مدير كوره واطلع اروح مهاجم المدرب اللي انا بشتغل معاه؟ ما عنديش حق يعني، انا ما عنديش كده. يعني انا رايي حر. انا مفيش حد ماسك عليا حاجه ولا انا بستفاد من حاجه. انا على فكره بقالي 3 سنين ما دخلش النادي المصري عادي، او سنتين ما دخلش النادي المصري عادي. يعني الحمد لله والشكر لله انا مش في احتياج للامر نفسه يعني. ولكن انا ليا طريقه واحده ورايي حر هقوله مهما كان عواقبه ايه. فده بيزعل ناس كتير قوي هاني، وما بيبقاش على هواهم. فهو بياخدوها بقى بالشكل ان انت ضدي وان انت مش عايزني او، ولكن ده طبيعي على فكره، وموجود في العالم كله يعني. يعني موجود في العالم كله، ولكن ثقافتنا احنا مش قادره تستوعبه يعني. يعني ثقافه الاختلاف وثقافه الانتقاد ديت احنا كمجال كوره مش قادرين نستوعب الشكل دوت يعني. طيب انا من شويه قلت خبر عن احمد حسن كوكا انه رئيس النادي بتاع اولمبياكوس ربنا يشفيه يعني تعرض لاصابه بفيروس كورونا، فهو سلم على اللعيبه يعني بعد ما رجع من انجلترا، فبقى في حاله قلق دلوقتي في الفريق كله. فكوكا لاعب، فكوكا يعني كنت سالته انا من شويه اخبارك، قال انا كويس. فهو حكى لي بعت لي من شويه بعت لزملائي يعني التفاصيل، وقال انه بكره هيعملوا الكشف، الفريق كله هيعمل كشف، لكن هم مش قلقانين، لكن اجراء طبيعي جدا بما انهم تواصلوا مع مصاب بهذا الفيروس ان هم هيعملوا كشف وبكره يعرفوا باذن الله. لكن يعني احمد حسن كوكا بيطمنا، وربنا يطمنك يا رب ويطمنا عليك وعلى كل الناس الحقيقه، اللي الفيروس منتشر بشكل مقلق وعامل حاله ذعر في الملاعب حتى وعلى مستوى الدول المختلفه. كابتن عمرو، هو بتاخد حالات احترازيه يعني مش اكتر من كده، ولكن يعني انا شايف ان الامور كلها ماشيه في مصر للاتجاه الصحيح بالنسبه للامر ده. سواء الهيئات او الوزارات او كله بيشتغل على النهج اللي هو بيامن نفسه بشكل احترازي.